ما عندوش شي سميه غير خندق وصافي، خندق د درميلات. بون انا هذه المره الاولى كنجي لهنا، اي بورتون حنا غير في الرميلات. هنا من النصائح اللي ينصحوا بها الاخوه اللي كيجيو هنايا، انهم ما يجيوش لوحديهم، ان بعض الاحيان يمكن تصادف شي عناصر ما غير مرغوب في رؤيتها ولا سماع كلامها. ودابا الكورونا توصل لهنا زعما. بصح حنا اللي جايبينها دابا مشكلة هادي. لا هنا وخا تجري عليه، طبيعة تجري عليه. هما خذوا الملاح والحرارة تجري عليه، ما جرات أي والو. الممالح ما خلاوناش نمشيو للبحر. سير الكاريان، شكون اللي غايب منك؟ اش من كاريان؟ هاد الكاريان اللي تحت. ولا جيتي بحال كتسرق. حنا خصنا المباح. ما كاين تم ما عندها حتى معنى نجي مع الحجر ونتخبع باش نعوم. لا لا ما عرفتش، انا دزت من هذاك الطريق سيدي مسمولي، حنا هنا ماشي دزين شاب تقريبا جاي طالع. لا ذاك النهار انا جيت جاي طالع، كنت طالع مع 6 ونص ولا 7، الوفود هابطه كامله كانت في البحر ما فيهاش. عندهم واحد التوقيت هذيك النهار كنا 7 ونص صافي مخازنيه كيطلع غير طلع. مانعينهم من عندهم وقت محدد. ياه. أمدرى الولد داك النهار ياه تكرفيص ياك صح هو حلف ما باقيش ياك خرجته البارح ياه واخا حلف خرجته لكن صعيبه صعيبه طاح في هذه سهله عاك وجبتها لا هذه لا ديتو البارح من دوره اخرى واحد ايوا صافي دونك تلقاه هي الزرزور مزيون واللي ما فيقتو الصباح قال لي ما هي ما نمشي خذ راحتك تيريكيبيري شويه هي بليه هي لا بحال دابا انا 6 موين 10 فتحت عيني فايق ناضي ما نعس اصلا والبنيته حتى هي ديتها معايا البارح والله الا ديتها البارح هادي انا شي واحد كان كيقول لي من قبل هاد الخرجات وهذا كنت كان كتستبعد انك كتبلع ماشي كان ما عندي لا ما كد لا من هنا ولا من هنا ما مآمنش بهذا والفضل كيرجع لواحد السيد الى انسيستي وبقى بقى بقى حتى سي عبد الباقي والبارح عييت من انسيستي على جوج الاصدقاء يقولوا لي نفس هذه الهضره اللي قلت اش بغيتي تمشي في نفس الساعه الصباح وهي هي اصعب حاجه هي هاد الفقه هذا اللي كان عندي فيها مشكل انا ولكن ملي كتذوق الحلاوه ديالها صافي بوحدك